اهلا وسهلا. قهوة يا ولد. أهلا وسهلا. يا خال، معي رسالة أود أن تصل إلى زوجة موسى الشال. موسى الشال؟ نعم، لقد كنت زميلا له في السجن ثم أفرج عني منذ 10 أيام. موسى الشال حي يرزق؟ نعم، سبحان الله. معي رسالة من لزوجته. لكن هذا مستحيل يا ولدي. مستحيل؟ لماذا؟ الجريدة ذكرت أنه مات في حادث انفجار بالجبل. متى؟ جريدة اليوم أو البارح يا ولد. نعم يا أبو. ما قريت بالجريدة أنه 5 مساجين ومعهم حارس ماتوا بحادث انفجار بالجبل ومعهم موسى الشال ابن قريتنا؟ نعم. يبدو انهم يا ولدي افرجوا عنك قبل الحادث، اليس كذلك؟ نعم، ولكن الرسالة التي معي مهمة جدا. لا يبدو في صوتك الحزن على زميلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه، الله يرحم الجميع، الولد كان من أصل طيب. ولكن لابد أنك تعرف أين هي الآن. ماذا تريد مني؟ خير إن شاء الله. معي رسالة لزوجته ولابنه. فاطمة، مسكينة فاطمة، شردت البنت مع ابنها بعد ما باعت الأرض. ولكن لابد أنك تعرف أين هي الآن. سبحان علام الغيوب يا ولدي، والله منذ سجن المرحوم اختفت البنت مع ابنها. لابد أنه شاب كبير الآن، أكبر من ابني أسامة هذا ب3 سنوات. لكن هذا عجيب، ألم تفكر في زيارة القرية أبدا؟ والله لم يسمع بأخبارها أحد. تذكرت ماذا؟ الحج أبو الوليد. هو هذا من 10 سنوات. لا يهم، ماذا؟ قال أنه رأى المسكينة تتسول في طرقات المدينة. تتسول؟ نعم يا ولدي، لقمة العيش صعبة على الناس. ولكن هل أنت متأكد؟ في الحقيقة الحاج أبو الوليد لم يقابلها وجها لوجه، وإلا ما تركها أبدا، لكنه قال أنه تمثلها. تقصد أنه لم يكن متأكد؟ قال أنه كان يركب بسيارة وظن أنه رآها، لكني أشك في هذا الكلام، لأن الحاج أبو الوليد ساءه جدا ما حدث لها، وكان المسكين يذكر أنه يشعر بالندم للي حدث، وأنه تسبب أن موسى يقتل ابن عمه هشام. لقد كان يخبرني دائما أنه لم يقتل أحد، وأنه كان يشك في هذا أبو الوليد. الحقيقة يا ولدي عند الله، مين الظالم ومين المظلوم يعلم الله، لكن أبو الوليد ما قتل أحد وما كان يريد قتل أحد. يبدو أن العناد ركب رأس المرحوم، وبيني وبينك يبدو أنه فعلها في لحظة غضب. لا، موسى لم يقتل أحد. يبدو أنكما كنتما أصدقاء. نعم، كنا أصدقاء جدا، الروح بالروح. تخيل لي يا ولدي أني سمعت صوتك قبل الآن.
لهجتك ليست غريبة علي. ألم تحضر إلى قريتنا؟ أليس لك فيها أقارب؟ أقصد ألم نتقابل قبل الآن؟ لا لا، ولكنني كنت أسكن في نفس الديار. من أجل هذا كنا أصدقاء جدا جدا. المسكين ضاعت زوجته وضاعت أرضه. إرادة الله يا ولدي، إرادة الله. نعم نعم، لابد أنها إرادة الله. أستأذن. مستحيل، لابد أن تبقى معنا على العشاء. لا شكرا، خير وبركة. أستأذن. في رعاية الله يا ولدي. شكرا. ولكن ألم يخبرك أبو الوليد أين صادفها؟ في المدينة يا ولدي، في المدينة. شكرا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله لولا كلام الجريدة لقلت إنه موسى. كلامه لهجته كل ما فيه. أنت لم تره جيدا يا أبي، إن منظره كريه. سبحان الواحد الأحد يا ولد، زمن